تشيلسي وجدي في المقابله. نحكي شويه على تركيبه وسط الميدان للمنتخب، هل هما هي تركيبه الامثل اليوم؟ فرجاني، سخيري، عيدوني، خاصه الكلام هنا على عيدوني وسخيري برشا، مثلا كلام على انيس العياري قبيليكا قال ما يمشيوش مع بعضهم في الملاعبيه، هذو نفس البروفيل تقريبا، شنو رايك؟ لا ما نمنش انا ما يمشيوش مع بعضهم في الكره دي، ما نمنش برشا ملاعبيه مشاو ضحيه انه ما يمشيوش مع بعض قبل، اي ما يلعبش البايري وطارق وما يلعبش، وقالوا زاد صرت مامو طارق والعقل بما يلعبوش مع بعضهم، وقالوا ما نعرفش ما يمشيوش، ثم المدرب كيفاش باش يوظف كل ملاعب. احنا شفنا العيدوني اليوم مشى اكثر للهجوم اكثر من الصخيري، الصخيري قعد هو تقريبا في الكوفرتور فني، ومشى العيدوني اكثر، حتى فرجاني ساسي عنده مع الامكانيه انه يمشي لقدام. نتصور المشكله فين، وانه في اغلب الاحيان شفنا ثلاثه لاعبين الوسط هذوما يلعبوا تقريبا في نفس الخط، كانوا يلعبوا في نفس الخط على ذاك، وصل كانت الترانزيسيون كانت خروج الكره من الدفاع للوسط الميدان كانت صعيبه، كانت صعيبه على خاطر التمركز تاع لاعبي الوسط اللي باش يوصلوا الكره كان تقريبا في نفس الخط، وثلاثه عندك ثلاثه في نفس الخط ينجموا فاسيلمون ليكيب ادفيرس نجم تسكر عليهم فني، ومخطر دور سي دونجور خاطر اي كره تتفك لواحد منهم باش يكون ديريكتومون معناها يكونوا مواجهين المنافسين، مواجهين الخط الدفاع نتاعنا. المشكله الكبيره صارت ان سارتان مومون علاش احنا ماناش قاعدين نلعبوا مليح، لانه خط الوسط نتاعنا اليوم خلينا نحكيو في اليوم عملوا برشا تمريرات خاطئه، برشا كل كره تضيع، شفنا حتى في المنطقه نتاعنا شفنا وهبي الخزري يرجع تالي ويعطي كره للمنافس، شفنا الياس الصخيري عطاها باس المنافس، شفنا العيدوني حتى فرجاني ساسي عطاها كره تعرف في وسط التيران، مدربين يقول لك ضيع كره في الدفاع وما ضيعهاش في وسط التيران، خاطر وقت ياخذ اللاعب الوسط الكره زملائه الكل باش يدافعوا لقدام، وإذا كان تضيع الكرة باش تولي معناها هجمة سريعة على الفريق، والبلوك كيب البلوك ديفونسيف ماهوش موجود، داكور، إذا كان تفك في الدفاع المدافعين موجودين، الناس كل موجودة تنجم تسكر، دونك أخطر حاجة هو أنك وسط الميدان يفقد الكرات ويضيع يعني اللي باس الأدفيرسير، وهذا اللي صار اليوم، وعلى ذاك المنتخب نتاعنا مش قاعد يلعب مليح، لأنه حتى التوظيف نتاع اللاعبين نتاعنا في الترانزيسيون أوفونسيف ماهوش صحيح. ما ثماش لاعبي الوسط نتاعنا ما همش قاعدين يقوموا بالدور نتاعهم، ما همش قاعدين يتمركزوا مليح، وكي ياخذوا كره ما يسيطروش على الكره، على ذاك كل مره نخسروا كره ونمشيو يعني في كونتر اتاك ولا اتاك رابيد بالنسبه للادفيرسير. هذه الاخطاء اللي صارت خاصه يزم يخدم عليها المدرب برشا، تضيع الكره في وسط الميدان يزم يحسبهم، انا نعرف مدرب يعمل الاستاتستيك كل ملاعب قداش ضيع من كره، كل ملاعب قداش ضاعت من ساقي كره، قداش عطاها من باس للادفيرسير، كل شيء ثم دي ستاتستيك تحكم فيه الملاعب. انا نعرف ديما نقول للملاعبيه انت تلعب مثلا انا بيفو اليوم راك عطيت تكثر باس الادفيرسير، نعطيه ستاتستيك، اذا كان ما تحسنش الرقم هذاك راك ما عادش تلقى بوقتك، لا انا ما يساعدنيش كمدرب اللاعب لاعب في وسط الميدان يضيع الكره، تري امبورتون اللاعب زاد يلوم على المدرب على البوزيسيونمون تاعو، ينجم المدرب موجود باش يصلح، مدرب موجود باش يصلح، فهمني الاخطاء هذه قاعده تتكرر ديما، راهو قاعدة تتكرر ديما، يعني يلزم نشوفوا لها تشوف حل، ما تنجمش نطلبوا الفريق باداء جيد ووسط التيران ما يخدمش منيح من ناحيه التحركات كونسيرفاسيون دو لا بال، ومن ناحيه كيفاش يطلب لي زابيل دو بال، كيفاش يخرجوا كوره، كيفاش يوصلوها، يعني ديفونسيفمون ممكن معناها احنا خذينا لارجور كل تاع التيران، انت كي تلعب قبيله نحكيوا على المثلوثي وعلي معلول، انت كي تلعب بتروا ريكوبيراتور خذيت عرض التيران كله ماكش تلعب بزوز، تلعب بثلاثه خذيت العرض، كان ما نطلعش انا اللي على الاقل كل مره مره واحد فهمني، وانا نلعب بترو ريكوبيرتور خصوش تطلع انا يلعبوا فيكس كيما عام 60 اون بلوس يعني ستاتيك كومبليتمون ستاتيك، يلعبوا بالعرض وستاتيك تو اللي كان مشي سامحني وقت باش يطلع معلول باش يطلع مثلوثي مع شكون مش يخدم، مع شكون مش يخدم، ما يلقاش مع شكون مش يخدم، باش يخدم مع الجزيري باش يخدم مع الخزري 30 40 متر وما بيناتهم حتى شيء. بين كمال انت البوست نتاعك كنت فيه وسط الميدان، شنو رايك في وسط الميدان اليوم في المنتخب؟ كما كنا كانوا الاخيان يحكيوا ما فماش الانيماسيون، يعني سامحني في الكلمه ما فماش، يعني كي تشوف التحركات نتاع اللاعبين في الوسط ثلاثه اللي موجودين في الوسط براتيكمون كلهم يعني يلعبوا على ساقين بعضهم كما نقولوا نحن، ما فماش تحركات، ما فماش واحد لو بيفو سنتينيل يهبط والاخرين اللي زابيل نتاعهم كيفاش يلزمهم يكونوا، ما فماش تحركات حتى على اليمين، بارفوا راه لو ريليور مش مربوط فيه باش يلعب في الوسط برك، تنجم تلقاه انت ان جور دو كولوار من بعد، تنجم تلقاه ريليور ان بيفو ريليور تلقاه هو كيفاش لو سنتراج نتاع بونتو
على اليمين ولا على اليسار. تحس ما فماش فكره في الوسط كمال. تحس الثلاثه اللاعبين اللي موجودين يلعبوا في الوسط ما عندهم حتى فكره. جيه كوره وقتها وقتها يولي يخمم. ما يخممش وقت اللي ما عندوش كوره. ما يخممش وقت اللي صاحبه لاكسيال وقت اللي طالع بالكره ما مش قاعد يخمم دونكيل يعني سباس يزمو يكون موجود فيه، شنو يلزمو يعمل، شنو التحركات نتاعو. قاعدين ياخذوا في الكره، ناس كل قرب لبعضها، ناس كل الينيه كما مع منتخب اخر كنا نجمو يعني تعدى مباراة اصعب برشا منها. كي منتخب قوي كنا يتعبونا برشا، هما لازم يضيعوا 3-4 اهداف. زامبيا في كل اكسيليراسيون، زامبيا كل اكسيليراسيون في الظروف هذه امام منافس كما هذايا، كل اكسيليراسيون مشاو للمناطق نتاعنا. في كل اكسيليراسيون مشاو للمناطق نتاعنا. كل مدرب باش يحضر ماتشو سامحني كمان لازم ثم بلون جو. بلون جو لو بلون جو معمول ماتش واحد. بلون جو هذاك اسكو اللاعبين الوسط نتاعنا وحمزه المثلوثي وعلي معلول وغيره فاهمينه مستوعبينه؟ اسكو البلون جو نتاعنا مفروض عليهم التحركات هذه، مفروض عليهم انهم ما يطلعوش برشا، والا هما اجتهاد منهم ولا بلوتو هما ناقصين انيسياتيف والمدرب عطاه بلون جو اخر هما ما طبقوش؟ يعني ثم نقاط استفهام صراحه. هو السؤال هذا نجم جاوبنا عليه كان المنظر الكبير معناها. تعرف وقت اللي شوف انا لعبت مع حمزه مثلوثي ولعبت مع علي معلول، لعبت معهم الاثنين. ما يقدروش. بنزرت واحد في صفاقس، وقت اللي يلعبوا معاك الاثنين ما عادش تغزر في ظهرك. عاش تغزر ظهرك، ديما تغزر القدام. ديما القدام، وقت اللي حمزه المثلوثي ياخذ كره على اليمين، عارف راهو هو في مخيل نتاعو هو راهو يلوج كيفاش باش يخدم باش يطلع القدام. ما تقوليش يعني قاعد التالي وما يحبش يطلع وما نعرفش اسكو توصيات مش توصيات، لكن اللاعبين كيما ذوما حتى كي تعطيهم توصيات، طيب شو ندخل شويه يمكن في اللاعبين، حتى كي تعطيهم توصيات ما يطلعوش. هو بطبيعته يطلع وقت اللي انت حاجتك باريير دروا ولا اريير جوش ما يطلعش يا اخوي ما لعبش حمزه ما لعبش علي معلول، حط الحظوظ اخرين حطهم غاديك استابل اقعد شد براسك ما تتحركش ما تطلعش. دونك برشا اشياء يلزمها تتصلح كما قلت لك يقبليك برشا حاجات. وقت اللي الاريير دروا ياخذ كوره شنو هما لي موفمون يلزمهم يكونوا موجودين فوق الميدان من الملعب في الملعب من البيفو من الرولور من الدوميت كولوار من لافون سونت. نحن قاعدين نشوفوا ياخذ كره ما لقاش سوليسيون عاود يرجع. اون با دو سوليسيون في التيران مانيش قاعدين نشوفوا. نقولوا صاروا اخطاء في الشوط الاول يا سيدي، اخطاء من طرف المثلوثي ومن طرف علي معلول ومن طرف العيدوني ومن طرف الصخيري ومن طرف فرجاني ساسي ومن طرف المدرب. ثم ميتون دخلنا للفستير شفنا الشوط الاول شفنا اللي ما مشاش نفس السيناريو نفس السيناريو تعاود في الشوط الثاني. حتى اللاعبين اللي هبطوا طيب يقول لك معناتها باش نخرج لاعب وندخل لاعب ثم ديكونسيني باش نتلافاو الاخطاء معناتها نتاع الشوط الاول ولا نتاع اخطاء نتاع اللاعب هذا ولا البوزيسيونمون جينيرال نتاع اللاعبين كل. قعدنا من اول دقيقه لاخر دقيقه نلعبوا بنفس الطريقه وبنفس الاخطاء. انا اليوم مثلا ملومش برشا مثلا على الجزيري والخزري، الجزيري والخزري تحركوا، مشاو يمين مشاو يسار، عملوا ابيل دو بال من تالي، لكن ما لقاو حد شيء، لا لقاو معناتها حاجة على الأطراف، لا لقاو حتى معناتها لاعبين يرتكزوا عليهم معناتها في وسط الميدان، لا على الأطراف، ما ثم حد شيء، معناتها فيريتابلومون ما ثم حد شيء. وقتها عندك نقطة استفهام، عندك مدرب على البنك. درب هذايا معناتها درب واعطاهم استراتيجي وشاف الشوط الاول وشاف الشوط الثاني. بالنسبه لي انا نقطه استفهام كبيره ياسر. نقولوا معناتها باش يجاوبنا هما هل هو قادر وقت نسالوه الاسئله هذه لانه مش تيوريه هذه. لا تعدينا من التيوري البراتيك هبطنا للماتش توا. ينجم يقول لي في التيوريه انا حبيت انت عندك 90 دقيقه ما عملت فيهم حد شيء ضد فريق ضعيف اللي هو في الاخر بكل سيطر علينا. باهي نحكيو على التغييرات سي واجدي خاصه انت قامت المقابله بارابور سامي وكمال. التغييرات اللي نعرفش كيفاش تقراهم اللي صاروا في المقابله مع بدايه الشوط الثاني، خروج المساكني، خروج فخر الدين بن يوسف ودخول يوسف المساكني، خروج وهاب الخزري ثم في دقيقه 60 دخول بن سليمان، كذلك دخول برمضان في المنتخب مكان فرجاني ساسي، الطالبي في اخر المقابله والرفيعه تقريبا مع نهايه المقابله دقيقه 91 تقريبا دخلوا مكان العيدوني والجزيري. ظهر توجه معناتها دفاع حب يستحفظ المنظر الكبير. انت كيفاش شفت التغييرات هذه؟
لا لا ماهوش دفاعي ماهوش دفاعي اذا كان جا دفاعي ما دخلش المساكني مساكني فكش كوره باستثناء المساكني اي ما فكش كوره اذا كان عنده انا شكون عنده فكر دفاعي مساكني ما يدخل الجمله في الموضوع هذا في الموضوع اللي حكيت فيه انت يعني فهمني اظن انه خروج فرجاني ساسي كان خايف من كان عنده الخزري وفرجاني ساسي اثنين مخذين الصفر وقاعدين يلعبوا باندفاع كبير وفرجاني ما كانش يفورم هذا كيف ما يقولوا ولا عطاه معناها قرر انه باش يخرج اللاعبين اللي عنده صفره واللي ممكن ناقص فورما بارابور للاخر اللي هو الخزري خرج فرجاني ساسي ودخل بن سليمان فهمني شفناه بن سليمان في الماتش الاولاني ضد غينيا اكواتوريال يعني وقت اللي دخل كان ديسيزيف وماركه يعني دور ماركه دو حتى الماتش هذا دخلوا ماركه دونك خليها لك دفعك الايجابي اللي عنده كل شيء والمعنويات المرتفعه يقول لك ينجم يعمل ديفيرونس في الواحد يعطي اضافه منتصر طالبي دخل تقريبا في الدقيقه 88 اي في الاخر بالكل هو الاخر بالكل ما تنجمش تحكم عليه كان تغيير عادي يمكن كان تغيير لانه علاش هو المشكلة وانه فريق الزامبي ماتش كامل كانش يلعب برشا على التمرير القصير كانوا يبلانسيو يعديو كور برشا في ظهر الدفاع نتاعنا فهمني كانوا يتعداو وسط الميدان نتاعنا لي تروا ريكوبيراتور تاعنا علاش نو با ريكوبيري بوكو دو بالون خاطر الكره كانت تتعدى قاعده تتعدى فوق روسهم من الدفاع براتيكمون اري لاتيرال جوش ولا دروا كانوا يضربوا كور طويل في ظهر الدفاع ويستناو الخطا الفردي نتاع المدافعين نتاعنا فهمني لي فوت انديفيدويل هذا تقريبا الطريقه اللي لعب بها فريق الزامبي هنا وجود طالبي كان ينجم يعاون يعني وقت اللي دخل الطالبي بون دخل دقيقه 88 قبل شوي فهمني 88 ممكن باش يدعم يعني مش وسط التراب باش يدعم خط الدفاع نتاعنا ما ننساوش انه خط الدفاع او كور دي جو عمل الى فلوتي معناها با مال دو فوت جيرون تاع لاكس سنترال لاكس سنترال عمل با مال دو فوت فهمني اكيد وانه تدخل طالبي يقول لك شويه فهمني شويه سيكوريتي فهمني يسكر اكثر ويعاون اكثر ويغطيو على بعضهم اكثر دونك نتصور تعويض عادي يعني نورمال معقول يعني فهمني المساكني علاش دخل المساكني بتاتر بيان يقول لك فريق الخصم خاسر باش يندفع قدام برشا فهمتني ومساكني يمكن يقاوش لي زيسباس بالعكس مش راه موفق الاثنين في هذا جوستومون تا قلت انت يوسف فيبان جوار دو كولوار تي هاك قلت انت هاك قلت انت معناها المفروض فخر الدين بن يوسف فيزيكمون حاضر ومريقل وكل شيء هو يمشي لك في لي كونتر ورابيد زاد بارابور يوسف وفي سو بلون ديفونسيف فخر الدين بن يوسف كي تلعبوا في الكولوار يرجع ويغطي الكولوار تاعو يوسف ما يرجعش ويغطي الكولوار تاعو معناها احنا سو بلون ديفونسيف ضعفنا الفريق نتاعنا مش قويناه. انا سؤال باش نرجع لسامي تشوف يوسف كان لازم يهبط في الميتون معناها انا ما نعيطلوش ليكيب ناسيونال بكل في الحاله نتاعو السنوات الاخيره هذه القليله السنوات القليله السابقه هذه ما نهبطوش شفتوه يوسف مسكوره عمل اول ماتش الماضي ما كان سيء كي هبط انا شوف كان مش نحكمه شوف كان مش نحكمه على لاعب في 10 ماتشات على درجين عملهم وهذايا اللي قاعدين نحكموا على يوسف المساكني شوف هذا فريق وطني وهذه كونكورنس والاحسن هو اللي يلعب اي لو بلوز اون فور واللي عنده مردود تكلم وجدي قبيليك على الاستاتستيك تجي الاستاتستيك وكل الاستاتستيك مش بتاع لاعب في الفريق الوطني شوف لن نشكوا في القيمه نتاعو في الميكرو القيمه لي القيمه السابقه يوسف المساكني اليوم ما نجم يعطي حتى شيء للفريق الوطني ما نجم يعمل حتى ما نجم يعطي حتى شيء شفنا انا اللوم على مدرب ولا على ناخب وطني يعيط له ويحطه في لي كونديسيون هذوكم ويعرف وما ينجم يعطي وما ينجم يعطي حتى معناتها بلوس الواحد هذا في الاخر بكل شنو مش يصير ما هو الراي العام مش يقلب عليه الراي العام وهذا شنو اللي صاير اليوم ما نقراو فيسبوك ونقراو الجرائد ونعرفوا شويه كوره واحد وكل مساكني شي يعمل في ليكيب ناسيونال مساكني وقتها كان جدير بالفريق الوطني هو يلعب وهو كابيتان وهو ديسيزيف وفات الحكايه هذه عندها عامين ثلاثه الى متى مش نقعدوا اذا معناتها الى متى مش نقعدوا نعملوا الحاجه هذه وبعد ثم نقطه مهمه جدا 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 انا ديما نتخالف فيها مع المدربين نتخالف فيها مع المدربين نجي نتكلم مع المدرب قبل مباراة ولا بعد مباراة يقول لي هذاك اللاعب هذاك قلت له باش يعمل هذاك واللاعب هذاك وانا عملت تخطيط هذا اللاعب وقتها ما نجمش يعطي وقتها ما عندوش المستوى
ما ينجمش يعطيك، ما ينجمش يعطيك. تنجم تعمل تكتيك تحب، يلزمنا نتفاهم ولا حاجة. وقلناها معناتها في الحصة معناتها السابقة، قلناها في الحصة السابقة، قلنا شنية التقييم الحقيقي اللي معناتها مستوى المستوى اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني. النجم نجي انا اريير لاتيرال ونقول له مش تعمل هكا ومش تخرج من هوني ومش تسنتر ومش تمشي واحد، وقتها هو ما ينجم. ثم لاعبين اليوم في الفريق الوطني مساكني تكلمنا على فرجاني ساسي، تكلمنا على بن يوسف، تكلمنا على برشا لاعبين حتى او نيفو دو لاك سنترال، حتى او نيفو دو. ثم لاعبين ما ينجموش يعطيه يا اسلام، ما ينجموش يعطيه. اذا ما ينجموش يعطيه، باش نرجعوا في الاخر بكل النقاش، باش نرجعوا النقاش شنية معناتها الاختيارات الأولية، وبعد الاختيارات معناتها في المباراة، وبعد الاختيارات أثناء المباراة. ثم لاعبين ما عندهمش بلاصتهم اليوم في الفريق الوطني، ثم معناتها يلزم تعاود تفكر الفريق الوطني هذا، يلزم تعاود تفكره من الأول من الأول جديد. ما تجيبليش لاعب ما يلعبش في الفريق نتاعو، ما تجيبليش لاعب في صعوبة في الفريق نتاعو، ما تجيبليش لاعب ما يكورش بكل. هذه هي المشكلة الأساسية والنقاش نحن منذ سنوات مازلنا في الحكاية هذه. لذا معناتها أنا يوسف المساكني حرام عليك تهبطوا، طلعش أنت بوكسور للرينج، طلعش بوكسور للرينج ما هوش حاضر، ما هوش شكل تريحة. هذا هو شنو اللي صاير بالنسبة لي أنا يوسف المساكني. أظن أنه يوسف المساكني ولا واحد يشك في موهبته وفي إمكانياته وكل شيء. أنا ديما هذا المبدأ متاعي، نقول يوسف المساكني كيبدأ جاهز، كيبدأ جاهز اتونسيون باش ما يتأولش كلامي، كيبدأ جاهز يوسف المساكني ما كانوا موجود في المنتخب، كيبدأ جاهز قداش عنده مجاز، كيبدأ موج أمش نقول لك يبدأ موج جاهز، ليس له مكان كلاعب اساسي في المنتخب. اليوم جاهز ولا مش جاهز؟ توا مازال ماهوش جاهز، بليس توا ديبيت سيزون هو بيدو خرج من التحيل، راه خرج من التحيل مشى للنادي العربي، راه مش كيف كيف بالك في قطر، مش كيف كيف نادي التحيل يعني تقريبا اكبر نادي يعني توا في الوقت الحاضر، اللي هو فيزيون تاع الاخويا ونادي الجيش. دونك اكبر اكبر فريق، اذا كان الفريق استغنى على ملاعبي تسيكو المستوى نتاعو طاح، والمدربين الاجانب تعرف غاديكا ما يجاملوش. يوسف مساكني موهبة لا شك فيه ولا اختلاف، لكن كي يبدأ ما هو جاهز يظل لي أنا المدرب يضر فيه أكثر من اللي ينفع فيه. سامحني بسرعة فيه كامل بسرعة بسرعة، شوف الباركور نتاعو، الباركور نتاعو الأخراني خرجته ليكيب الأولى، مشى لبلجيكا تعرف شنو اللي صار، جا توا هونية هاو خرج، هذه وقتها يفض المشاكل نتاعو، وقتها يبدأ جاهز هذيك كلام آخر، هذيك خطاب آخر. مانيش نحكي على مباراة ولا اثنين ولا ثلاثة، نحكيه على ثلاثة سنوات وجدي. شوف شوف اللاعب محتاج المدرب متاعه، شو معناه؟ حتى وقت اللي يكون في أسوأ حالات متاعه محتاج المدرب اللي يحميه في فريقه مش في الفريق الوطني. خلي كمل. المدرب اللي يحميه في فريقه ولا حتى في الفريق الوطني، شو معناه في الفريق الوطني يعني في المنتخب؟ وقت اللي أنت متكون مكش جاهز ومكش حاضر 100% ونعرف الإمكانيات متاعك بعيدة على المستوى الحقيقي نتاعك، ما نلعبكش، نحميك أكثر. بالضبط هذا ما نحميك أكثر. نعرف يوسف المساكني قيمة فنية كبيرة برشا، وفي وقت من الأوقات كان هو هز المنتخب وهز الترجي وكان في أحسن فترات نتاعه. تجيك فترة، كل لاعب تجيه فترة يبعد على المستوى نتاعه، إلى بزوان دان أنترونور اللي يحميه، يبعده في وقت من الأوقات يزمك البنك كي تقعد فيه يجيك يرجع لك بالفايده اللي كنت. أنا سامحني انا في وقت من الاوقات في بنزرت ما جيتي با اونفور وكنت بعيد ومانيش كونفوكي، وقعدت شهرين وثلاثه بعيد ومانيش كونفوكي، بعد اربع شهور رجعت نكور تيتولير ورجعت لكيب ناسيونال. ما عندوش بلاصته تشوف كمال اليوم يوسف في المنتخب؟ بتاتر عنده بلاصته في وسط الجروب مع المجموعه مع اللاعبين عنده بلاصته، لكن انت وقت اللي باش تهبطوا يوسف ديما عندنا كل حساسيه ليه، نحبوه يعني سيتان جوار يعني يعني اللاعب المدلل في تونس، ديما نستناو منه باش يعمل اي حاجه ولي كابال في اي وقت في المباراه يجم يعاونك يجم يدز الفريق. لكن توا في الوقت في الفتره هذه انا جو بريفير نخلي يوسف في الفريق نتاعو يتدرب، يحاول يرجع المستوى نتاعو، يحاول يرجع يكون اساسي، يحاول يطلع اكثر في المستوى نتاعو، وبعد كده يكون يرجع بالفايده للمنتخب. مش معناها نقصيوه نحن المنتخب. الحاجه تكلمت عليها انا انه الفتره هذه طالت
في حاله معناتها يوسف المساكني طالت الحاله توا كمال زعيم تكلم قال انا في فتره فترات في منزرت شهرين وثلاثه شهور وانا كنت بناكشي وما كنتش تيتولير وما كنتش حتى كونفوكي وكل لكن رجعت يحكي على شهرين ثلاثه شهور اربع شهور يجاو معناتها موضوعيا نحكيو على يوسف المساكني قداش يوسف هو من الكروازين باهي سامي ريت حكيت على نفسي شهرين ثلاثه شهور اربع شهور كي جيت في الشهرين هذوكم ها شهرين وثلاثه شهور هذوكم ونبدا كونفوكي ونلعب اساسي تكروا انا باش نرجع في بعد ثلاثه شهور انا في التوب نتاعي بيان سور كو متفاهمين يلزمك اربع خمسه شهور متفاهمين فيها هذه دونك ديما تحاول تلقى شكون يحميك وتحاول ديما تحاول حتى اللاعب زاد يرجع نفسه شويه ويرجع المستوى والصوره اللي يعرفوا عليها الناس. باهي خلينا نحكي سي وجدي على المنتخب مستقبلا اليوم ست نقاط نجم نقولوا حاطين السائق في البراج. شوف انا بالنسبه لي انا من نهار الاول انا كنت مش متاكد لكن كنت نقول لي منتخب تونسي باش يكون عنده اكبر يعني حظوظ يعني من الفرق الاخرى لانه بصراحه غينيا الاستوائيه اللي لعبنا لها مستوى ضعيف. زامبيا اللي لعبنا لها اليوم عندها بعض الامكانيات الفرديه في الهجوم لكن دفاعيا هو عنده زوج احسن لاعبيه في ليستر سيتي ما جاوش فريق زامبيا اي ما جاوش دونك نتصور مش باش يجي ما جاوش على الامور نتاع الكورونا دونك نتصور قلت لك فريق زامبيا يعني فيه بعض الفرديات في الهجوم اللي كانوا نجموا يقلقونا وقلقونا وصلونا برشا مرات وضيعوا انفرادات ضاعت وغيره. دفاعيا فريق معناها عندهم السذاجه شويه هكا فهمتني عندهم السذاجه الدفاعيه اللي تنجم تمركي لهم اتومومو فهمتني دونك ماهوش المنتخب الكبير. فريق موريتانيا تحسن متطور وكل شيء لكن مش بالصفه اللي باش ينافسنا بصراحه على البطاقه نتاع باش نترشحوا للفاز الاخرانيه نتاع التصفيات فهمني. بالنسبه للمرحله هذه كل ككل انا نشوف انا المنتخب تاعنا بقدره ربي باش يتعدى يتعدى لكن انا ديما راني نخز البعيد راهو مش هذه تصفيه كاس العالم راهي تصفيه كاس العالم وقت ياخذوا العشره فرق الاخرانيين الدمادم كما قلت لك خبيره باش تقعد لك المغرب باش تقعد لك الجزائر باش تقعد لك هو المغرب والجزائر من الانطقه اللي ما نلعبولهمش بول كوت ديفوار تتعارك هي والكامرون شكون اللي باش واحد منهم باش يخرج يروح باش نوضحوا المغرب والجزائر ما يلعبوش معاه في البراج لا نحكي لك العشره الاخرانيين انا اللي باش يقعدوا باش يقعدوا لاميور لاكريم باش تقعد اللي باش يقعدوا كلهم قويين وكلهم باهيين فما قال شويه مثلا فما بوركينا فاسو يمكن تتعدى زاده كيف نجم نواجهه بون مازال 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 بوركينا فاسو مش شويه اي اي صحيح كيما مالي بالنسبه للواحد هي بون ايكيب اما ليسونسيال كل ايكيب باش تتعدى الاولانيه على اربعه من واحد سيكو ما تستاهل تتعدى دونك باش نلقاو باش نلقاو منتخبات يعني تحترم نفسها اقوى من زامبيا وبعد هذاك الدور الاول في كاس العالم ما تقعدوش في المستوى ليش قلناها كمان باهي الستاج الجاي دوبل كونفرونتاسيون مع منتخب موريتانيا تشوف فيهم لاعبين نجموا يكونوا موجودين نجموا يعاونوا في المنتخب اليوم ما كانوش موجودين توا لا بون توا براتيكمون يعني كما قال توا يعني صعيب تعاود تعيط لاعب اخر ولا زوز لاعبين اخرين باش يكونوا باش يعاودوا يجيو في المجموعه باش تعاود من الاول جديد تكون شي تينابا يعني بوكو دو شوا يعني توا سيرتو في الوقت هذا اللي نحن موجودين فيه عندك مجموعه تخدم عليها ما تقعدش انت كل مره كل ستاج ولا كل مباراه تعاود تلوج على اللاعب ولا اثنين ولا ثلاثه عندك مجموعات تحاول تركز معها اكثر تحاول ولا انت وقايد باش نعملوا هيكله مع تستاتيو في المنتخب بيان سور لازم تكون فما لازم تكون فما فما فما, فما لاعبين اللي, اللي اللي موجودين في المنتخب وقت اللي تشوف المباراه وقت اللي تشوف تتفرج في المباراه نتاع المنتخب تعرف اللي فريق هذا ماشي يعني في ثنيه صحيحه وماشي قاعد يخدم في خدمه صحيحه وعنده دي زوبجيكتيف باش يوصل لهم دونك باش نقعدوا نحن في كل مباراه نلوجوا على لاعب من البلاصه الفلانيه ولا نستناو نستدعاو لاعب من البلاصه دونك ليه ماش تفكير نتاع منتخب لكن نوصلوا نخمموا بالطريقه هذيك انا سامحني لكن هو امثله نعطيك مثال معز حسن المباريات الوديه كلها ملعبها مو برومي جارديان توا مش موجود فخدي بن يوسف مشارك حتى سجوده ما عيطلوش في الماتش هم يكون ثلاثه اليوم أسيش. اللي هم يحضروا للماتشات هذا توا نقاوه تيتولير دو ماتش دو ماتش تيتولير شو تحب تقول سي واش ما عندكش شو تحب تقول ما تنجم تتفاجر ما ينجم يفاجئك بانتداب واحد توا باش يبدا انت والفورم نتاع الملاعبيه ولا فخر الدين عملوا على ثاني موسم باهي مع الاسماعيلي من الهدافين في بطوله مصر معناها ومشاو بيراميدز انا نحاسبك كمدرب انت كاينك مدرب منتخب نحاسبك على كلامك معناها الجاهزيه هي اللي تمشي نورمالمون تعيطش مسك صحيح
تو فهمت ما يسمش عنا مش دو بوا دو ميزور ما راهي يسمع عنا هو نحسوا فهم لاعبيه عنده مكانه خاصه ما يتمسكش نجم بعد مساكني راهو نجم يشد الفورما نتاعو نجم بعد كما قلت لك وقت نجيو نلعبوا المرحله الاخرانيه تاع التصفيات هذايا نجم يكون نعمل له موتيفاسيون نجم يكون مساكني موجود فهمني يعني ما يلزمش تكون ليكيب ناسيونال يلزم واحد يتعب باش يمشي ليكيب ناسيونال يلزمو يبرز توا خدام بن يوسف صحيح برز مليح في الفريق نتاعو سيف الدين الجزيري برز بصفه خاصه تلعب في الزمالك وتمركي وتسجل وتهز من البطوله واحد يعني بروز بصراحه ما تنجمش ما تعيطلوش فهمني نحب الملاعبي كي يجي لي كيب ناسيونال يجي على اساس المردود نتاعو مع الفريق نتاعو ومع المنتخب بالطبيعه ياس الصخيري كيف كيف يعني ممتاز يعني في الفريق نتاعو كنت فهم لاعبين ما يلعبوش معناها مسيف كامل معناتها في جربه معناها رجعت اليوم مع كليغمون سيف الدين الخاوي اخر ماتش وين تقريبا لعب 10 دقائق و20 دقيقة معناها ما بالضبط سيف الدين الخاوي وشفته كيف لعب الماتش له تيتولير نقطة استفهام كبيرة تشوف الراندمون نتاعو تفهم ما 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 حتى البوست اللي يلعب فيه لعبنا 4 3 الخاوي ما يلعبش في الكولوار يلعب فيها كولوار يلعب في الوسط براتيكمون للليكيب ولا ديزيكيليبري كلها يعني ثم ملاعبيه قاعدين يجيو ليكيب ناسيونال اش قلت لك ما تعرفش ان يفاجئوك ما يجي ملاعبي اخر اللي احنا مش موجود يعني في الرادار تاعنا جنب بسرعه ساميه ملاحظه اخيره غير فنيه بالمجد في كل معناتها في كل بلدان العالم التلفزيونات الوطنيه تعدي مباراه الفريق الوطني بعد استحواذه على كأس تونس اليوم وداع الجري معناتها يستحوذ على الفريق الوطني وصور الفريق الوطني ما فهمتش داخل وداع الجري ومباريات الفريق الوطني مش داخل وداع الجري تتعدى التوانسة ما يتفرجوش ما عندش علاقة بوديع الجري الحكاية الفيفا عندها جروة التلفزة الوطنية ما شفتش من الفيفا جروة متاع التلفزة الوطنية هي المفروض تعدي معناتها تعدي المباريات اليوم نحن نلوجوا في ليبيا 218 واحد ايش دخل وديع الجري هنا هو رئيس الجامعة التونسية ايش دخلوا في الدواء عند الفيفا يا دواء كيفاش لي دواء عند الفيفا معناتها ايطاليا بشوية ايطاليا يعديوا فيها في تشاد تصفيات كاس العالم شوية ما عند الفيفا يا سامي مباراة ايطاليا ومباراة فرنسا يتكور اليوم فرنسا والمانيا اي ما عندهاش الجامعة ما عندهاش دخل وين يتعداوا الجامعة ما عندهاش دخل وين يتعداوا القنوات الرسمية هما شوية البلدان من الفيفا يا سامي القنوات الرسمية التلفزات الوطنية هي اللي تعدي المباريات الرسمية للفريق الوطني اي معقول ما نقعدوش نحن نلوجوا في ليبيا 218 وفي تشاد 409 يعطيك الصحة شكرا لك سامي كما زعيم شكرا لك يعطيك الصحة ايفان والدي السيد شكرا لك على حضورك معنا هكا نكملوا في البلاي اليوم شكرا لك الجويني ايضا في الاخراج تقوى المديوني في الاخراج الرقمي اجمل تحيات اسلام المتقى